احنا اتفقنا يا معالي رئيس اللجنة المحترم بإجماع الأعضاء أن تضاف إلى مشروع مطالب البرلمان العربي من القمة العربية الإفريقية الخامسة التي ستعقد بالمملكة العربية السعودية إضافة بند رابع بالتأكيد على الوصايا الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ودعمها، والتأكيد على اللاءات الثلاث التي قالها الملك عبد الله الثاني، وهي لا للتوطين ولا للوطن البديل ولا لصفقة القرن. هذه يجب أن توضع، وتم الاتفاق يا سعادة الرئيس ويا الأمانة العامة بأن هذه يجب أن توضع في بند أربعة من القضية الفلسطينية اللي هي مشروع مطالب البرلمان العربي من القمة العربية الإفريقية الخامسة. لا أدري لماذا شطبت ولماذا لم توضع وتم اتفاق اللجنة على ذلك. هذه لا يجوز تحويلها إلى لجنة فلسطين. هذه قمة ستعقد في المملكة العربية السعودية ويجب أن يكون هذا البند تحت البنود المطلوبة. شكرا سعادة الرئيس. معالي النائب خليل، بند المطالب البرلمان العربي من القمة العربية الإفريقية بند مستقل، وأنا أتفق من معاليكم على إضافة هذه الفقرة كما تم إضافتها في مطالب البرلمان العربي للقمة العربية الأوروبية. عندما تأتي سوف يتم إضافتها في البند الخاص.